واكيد فرح هلا حنرحب بضيفنا الدكتور بهجت عكروش، اخصائي بطب الطوارئ والاسعافات الاوليه. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا صباحك فيك. يعني دكتور مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي قديش اليوم الشائعات كثير منتشره، كل شخص يمكن صار دكتور لحاله اليوم على الفيسبوك مثل ما عنا عم نشوف على مختلف مواقع التواصل، ما وقفت كمان على الفيسبوك. خلينا نحكي اليوم الصحه النفسيه لكل شخص فينا، قديش هي مهمه كثير ان كان للوقايه من المرض او حتى لمواجهته. صديقتي، دعوة للشفاء لكل مصاب، وإن شاء الله الوقاية تكون لكل الناس الموجودين. للأسف يعني نحن في عامل كتير منغفله بحياتنا هو العامل النفسي. دائما العامل النفسي هو له دور كتير كبير، وإذا بنحكي في هذا الموضوع بما يتعلق بموضوع الدعم النفسي أو الفيروس كورونا أو الكوفيد 19، الحالة النفسية هي من الحالات الأساسية الداعمة للمناعة اللي هي بالأساس عدوة الفيروس. نعم. يعني المناعة القوية هي عدوة الفيروس، كل ما ضعفت المناعة قوة الفيروس وقوة تأثيره وقوة قدرته على الدخول إلى الجسم. بينما لما تكون المناعة جيدة اللي بتكون ناتجة عن سببين، الدعم النفسي من جانب وبعطيها 50%، و 50% هو تقوية المناعة الطبيعية الغذائية اللي بتكون موجودة أساسا، اللي ممكن ندعمها فيما بعد بالتركيبات الدوائية أو المكملات الغذائية. أكيد. فالحالة النفسية كتير مهم بهذا الموضوع، لأنه بقدر ما أنت بتكوني مرتاحة بقدر ما بتكوني عندك قدرة على مكافحة أي شيء. أنت لما بتكوني مرتاحة الصبح، إذا واحد بسبك بتقولي له تكرم مو علي همك على عيني جاب اللي رد عليك اليوم. ايه تماما. بينما اذا كنتي انت مزعوجه ومتضايقه وتعبانه، اذا بيقول لك صباح الخير بتوتري وتردي عليه بشكل مو طبيعي. فبقدر ما بتكون الحاله النفسيه تبعك طبيعيه، بقدر ما بيكون عندك استقبالك للحاله اقوى وافضل واحسن. اكيد دكتور، خلينا نحكي عن مصاب بفيروس كورونا، كيف بتكون حالته النفسيه عاليه؟ مثلا اذا المحيطين، يعني نحن عم نسمع مثلا كثير قصص انه حدا مثلا مصاب بفيروس كورونا، بنقول مثلا مرق من هالمكان، فتح هذا الدرج، لازم نعقم بكل مكان، بنصير نحن نبعد عنه ونحن اللي يعني ناثر عليه بشكل سلبي وناثر على حالته النفسيه. خلينا نحكي عن هذا الدور قديش مهم، خلينا نحكي على دور المحيطين، لهنا بيرفعوا مناعته او بيقللوها للشخص المصاب، وكيف ممكن نتعامل معه بالطريقه الصح. بالمية مية صديقتي استاذتي الغالية، موضوع الدعم النفسي اللي كنا عم نقوله، الدعم النفسي من وين بيجي؟ بيجي من مجموعة عوامل. أولا من قدرة الشخص نفسه وإرادته وقوته وفهمه للحالة. يعني أنت لما تفهم الحالة صح بتقدري تتعاملي صح. فأنا ما في داعي لهذا الرعب الخارق. يعني نحن وقت عم نقول للإنسان اللي معزول ما عنده قدرة يقعد بغرفة لحاله أنه ممكن يكون قاعد بنفس الغرفة، معناتها نحن عم نقول له أنه أنت ما في مشكلة. دكتور كيف بنفس الغرفة؟ وقالوا في وقت لفيروس كورونا بالجو، يعني الواحد إذا إجا بينتقل بالنفس، كيف هي بنفس الغرفة؟ هلا كثير من الدراسات اللي طلعت وخاصة من منظمة الصحة العالمية، وللأسف أحيانا عم تكون تصريحات متناقضة للأسف. هلأ موضوع النقل الفيروس بالهواء الطلق هو كلام مرفوض بالمطلق، لكن أحيانا إذا كنا نحن كنا ضمن غرفة وهذه الغرفة مغلقة غير مهواة غير مشمسة، يعني ما بيدخل الشمس عليها وما أنا مهواة إطلاقا، يعني بيقولوا في احتمالية نقل الفيروس باعتبار على الشخص عم يتنفس، عم يكون الفيروس موجود ضمن الغرفة نفسها وما عم بيصير في تجديد لهواء الغرفة. فممكن إذا كان شخص قاعد بنفس الغرفة أنه بأوقات معينة بفترة بسيطة ممكن ينتقل الفيروس لإله، لكن الفيروس بشكل طبيعي لا يكون سائرا في الهواء ولا هو طائرا في الهواء. فهذا كلام كتير عم نسأل عنه، عم بيكون في أخطاء بتقدير الحالة. إذا حصرا إذا كان ضمن غرفة مغلقة غير مهواة غير مشمسة، ممكن إحنا يكون في احتمالية نقل هذا الفيروس لشخص آخر باعتباره بضمن الغرفة، هو عم يحكي ساعة لساعة صغيرة طلع فيروس، كان شخص مارق ممكن يكون أخذ هذا الفيروس من الهواء فقط لا غير. أما بالهواء الطبيعي أبدا أبدا هذا الكلام غير صحيح. نرجع للسؤال فيما يتعلق بالتعامل مع المصاب بالفيروس. إذن رقم واحد هو نفسه فهمه للحالة، يعرف أنه نحن ما في إشكال أبدا. يعني أنت ممكن تكون
موجود بنفس الغرفة لكن حاطط إجراءاتك الاحترازية والأشخاص الآخرين عاملين احتياطاتهم الاحترازية، ما عم تأكل وتشرب مع الآخرين بملابسهم، عم تغسل، فأنت بشكل طبيعي ما في أي إشكالية. من هون بنتقل للأطراف الآخرين، بقدر ما بيكون الأطراف الآخرين أيضا واعيين تماما لهذه الحالة ويتعاملوا معه بإيجابية، لأنه مجرد إحساس الآخر أو إحساس المريض أنه هو منبوذ أو هن أو هو أصبح تهمة أنه هو مصاب بفيروس كورونا، وبالتالي أو هن أو هو صار عبارة عن مصدر رعب وخوف للآخرين، اوتوماتيكيا هو رح يصير في عنده ضعف بمناعته، لانه حيصير في عنده حاله من الاحباط والانكسار بنفسه، وهذا بشكل طبيعي يؤدي الى الموت. الانكسار هذا اللي نحن يمكن بنمر عليها مرور الكرام، لما واحد تلاقيه بيوصل لمرحله من الاذلال بنفسه او الانكسار او احساسه من الاخرين انه هو منبوذ، تأكدي تماما هي من أكثر أسباب الوفيات حصولا، من أكثر أسباب الوفيات. ومن هون منشوف نحن كثير من الحالات حاليا أنه يتهم الشخص أنه أنت مصاب بكورونا، أصبح تهمة، العالم كلها متباعدة عنه، ما حدا بيقرب بيحكوا عليه بيحكوا، هو حتى إذا صاب بكورونا ما بيذكروا أنه أنا صبت، أنه ما تخبروا حدا، ما تجيبوا اسمي قدام حدا أنه خايفين، مع أنه هو مرض، لأنه حيسيبنا، لأنه تحول إلى تهمة. تمام. تحول إلى تهمة، هو مرض مثل أي مرض عادي. يعني أنا ضد فكرة أنه هو مرض قاتل ومخيف ومرعب، هو مرض مثل أي مرض آخر، وهي الأمراض الأخرى نفس الموضوع إذا تواجدت مع أشخاص مصابين أعمار متقدمة وعندهم إصابات مرضية مزمنة ومنهكة للجسم تؤثر عليهم وممكن تؤدي إلى موتهم. يعني هو ليس فقط الكوفيد 19، لكن هذا التسليط على أن الكوفيد 19 حصرا هو القاتل، هو ما هو قاتل، هو لا شك أنه مرض ومزعج وممكن يعمل اختلاطات، لكن نحن بوقاية بفهم بوعي بإدراك بطريقة التعامل بين كأشخاص ومع الأشخاص الآخرين ومع الإجراءات الوقائية الطبيعية اللي نحن ممكن نعيشها، أكيد تأكدي تماما سيمر مرور الكرام. وبرجع أنا، معلش أنا يمكن أتناقض مع بعض الزملاء أحيانا بشدة التهويل، أنا ضد شدة التهويل، أنا مع تأكيد على الحالات الاحترازية والتأكيد على الحالات الوقائية بالمطلق، لكن أن لا نصل إلى مرحلة أنه أن نجعل هذا المرض مرض قاتل. هو ليس قاتل إذا تعاملنا معه بشكل صح أبدا. يعني دكتور عم تأكد كثير على الإجراءات الوقائية لهذا المرض، لكن حتى بهذا الموضوع عم بيصير اختلاف بوجهات النظر، البعض الآخر بعض الأشخاص دكتور عم نشوف الفيتامينات ليل نهار عم ياخدوهم، حالة رعب، بيضلوا بالبيت مو ممكن أبدا يتحركوا، حالة من الخوف والتهويل، والبعض الآخر استهتار بشكل كامل. الطريقة الصحيحة لحتى نحمي حالنا ونحمي عائلتنا بدون هذا التناقض بين الاستهتار وبين التهويل. كلام كتير مهم ودقيق جدا، وأرجو من كل إخوتنا المستمعين والمشاهدين أنهم يسمعوا الكلام اللي يقوله بحذافيره. لا أدعي أنني الأفضل بإعطاء الرأي، لكن على الأقل هي مجموعة آراء مشتركة نتيجة مرور زمن أنا أتعامل مع هذه الحالة من بدايتها. الوقاية أو المناعة من طريق تناول الأدوية وخاصة الفيتامينات هي طريقة عشوائية. المناعة لا تتشكل، حكيتها في مرة ماضية، لا تتشكل بأسبوع وبأسبوعين. المناعة هي حالة تراكمية من التعامل الطبيعي والتغذية الطبيعية والرياضة وإلى آخره والصحة النفسية خلال فترة معينة طويلة تعطينا المناعة القوية. إذا أخذت هلأ 10,000 علبة فيتامين سي لا يعني أنها أصبحت عندي مناعة قوية إطلاقا. نعم. الفيتامينات لا تؤخذ إلا في حالة الإصابة المباشرة. صار في إنهاك بالجسم، هذا الإنهاك عم يخلي شهية الطعام قليلة، ما عم ناخد كميات غذاء كافية، ممكن أن ندعمها بالفيتامينات. تمام. لكن الفيتامينات يعني نحن كأشخاص كتعامل يكفي الغذاء الطبيعي
حتى لو كنا مصابين وما قبل الإصابة، التغذية الطبيعية بالمواد الطبيعية بالبندورة والفليفلة والبطاطا والزهرة والفول والحمص والفاصوليا والبازيلا والثوم واللبن والحليب ومشتقاته، هدول الشغلات المتداولة بين إيدينا دائما هي كفيلة أن تعطينا كل الفيتامينات المطلوبة لناخدها. وما في داعي أكثر من هيك، ما في داعي للتهويل، ما في داعي للتهافت على شراء الفيتامينات وبالذات الزنك والفيتامين. يا جماعة الزنك أيضا إذا أخذناه بكميات كبيرة كما يحصل حاليا نتيجة الفصح الوصفات الفيسبوكية تبع أبو أحمد وأم علي وأبو غالب وأم جورج وأبو سعيد، يعني هاي الوصفات الفيسبوكية القص واللصق واللي محطوطة عبارة كأنه يعني أنه هي لكل الناس، هذا الكلام مرفوض تماما. لما نحن بناخذ علاجنا الطبيعي من خلال غذائنا الطبيعي هي كافية أن تعطينا كل ما نحتاج، كل ما نحتاج من غذاء. فقط أؤكد، برجع بأكد أنه نحن بناخذ هاي الفيتامينات عند الإصابة لتأكيد أو لتدعيم الحالة المناعية تبعنا وليس لخلق مناعة جديدة. المناعة إذا ما كانت موجودة من الأساس لن تعطينا هذه الفيتامينات بهذه المرحلة أنه هلأ أنا أتعطيني مناعة. إذا تعاملنا بهذا الموضوع إضافة للخروج من الوصفات الفيسبوكية اللي تفضلت فيها أنسي سمر اللي عم تحكي فيها للأسف اللي هي منتشرة بقوة أساسا، في خليني أقول مقولة صغيرة منقول إذا نحن عالجنا المرض عند كل الناس بنفس الدواء نصهم بيموتوا بالأحوال الطبيعية. الحالة تفترق بين شخص وآخر، يعني مو اللي بعطيه لهذا الشخص هو نفسه بعطيه للشخص الآخر. هلأ هذا الوصفات الموجودة وللأسف أنا بحكيها أنه حتى أشخاص على مستوى فكري جيد وثقافي جيد وعلمي جيد يتواصلوا معي ويتصلوا معي أنه دكتور أخذنا مين قال لأنه جارتنا قالت هيك أو جارنا قال هيك أو مكتوب على الفيس هيك. طيب مين قالكم؟ والله أنا أخذت أزيتروميسين. ليش؟ مين قالك تأخذ أزيتروميسين؟ يعني هاي الدواء اللي هلأ كتير منتشر على الفيس، مشان هيك عم أحكي اسمه بالاسم. إنه هذا لا يؤخذ إلا الدواء ما عادوا لاقوه أبدا إجباري، لأنه صارت الناس تتهافت على شراء الدواء وقائيا هو ما بده إياه. أو في ناس بقول لك يلا خليني أخذه أفضل. مين قال إنه إذا أخذته أنت رح يوقيك من الفيروس؟ هذا الدواء خلق ليكون أو صنع ليكون علاج في حال الإصابة وليس للوقاية. الفيتامينات هي على المدى الطويل ممكن تعطي وقاية، لكن مو إنه هلا وقت الدواء وقت الإصابة أنا هلا بأخذ الفيتامينات بأخذ كميات إذا أنا صار معي مناعة قوية. أكيد أكيد. لا شكرا دكتور، شكرا لمعلوماتك القيمة، شكرا لكل نصيحة قدمتها، وأكيد نحن وكل حدا تابعنا استفاد كتير اليوم. شكرا لك. شكرا لك.